فوق هاد الجبال تم فرض الحصار على أشجع امرأة في المنطقة. كان في سلطانها بيطلب يدها الزواج، لكن عرفت ذلك فقرر يفرض عليها الحصار. هذه مباركة بنت الخص عندها قصة غريبة، كان يلحق فيها شخص. السلطان المريني بلك حل، هذا بعد اللي قدم لها طالب الزواج ورفضت. على لأنها كانت عنده طموح توسعية، يعني بعد اللي رفضت هو غزا المنطقة بحكمها أن هي تعرف المنطقة وتعرف أماكن صعبة. طلعت إلى جبل قور عندها منفذ واحد، طلعت المواشي تاعها واش تحتوي في القصر، وبنات الصور هذا كما شفنا. تخيلوا معايا حصار في وسط صحراء وما عندك لا أكل ولا مأونة، تطلع بالحاجات اللي عندك وفقط. هنا جنود حوطوا المنطقة وحصروها. بات الجنود تاعو تحت هذاك الجبل تاع القور، وش دارت؟ كانوا محاصرينها لتحت، ويستناو فيها يخلص لها المؤونة، يخلص لها الماء أيضا. هي كانت معروفة بالذكاء، فهي دارت لهم خطة، جابت هذوك الخرفان وكلتهم الشعير اللي كان عندها غير شوية ذاك وكلتهولهم وبعثتهم لتحت. يعني بقات توصل لهم ميساج باللي عندي كفاية لمدة سنة أو سنتين من الشعير والماء. يعني هذوك الجنود حكموا هذوك الخرفان ذبحوهم، كي ذبحوهم شافوا كرشهم وش فيها، لقوا باللي فيها الشعير، فيها الماكلة. أوو قلت كيفاش هذي احنا حكمناها حصار وهي ما زالت الفوق قاعدة وزالت تلمع في ساعة واحدة أخرى. الماء قال لك دوك يخلص لها الماء الفوق، غسلت الصوف تاع الخرفان بهذاك الماء، كي شافوا الماء يجري لتحت وفيه البقايا تاع الصوف يعني ما زال عندها الماء بزاف. حبت هي يعني توصل لهم فكرة باللي عندي الماء كفاية أو عندي بئر. وهنا نسحت فكرتها، قدرت توصل رسالة أنه عندها مؤونة تكفيها تعيش بها مدة طويلة. هما لغاو الحصار، ترجعوا الى منطقه رباوات، وهي تنقلت توجهت حوالي 500 كيلومتر الى ولايه المنيعه اللي راها ضروف ثانيه بانيه فيها قصر مازال راه قاعد الاثار تاعها. شوف سبحان الله تاريخ كيفاش مليح لما تحكي وتعرف قيمته. بعدها غادرنا جبال القور واتجهنا نحو مكان في وسط الصحراء القاحله. مشينا بعربتنا في الطريق الوعره حتى قابلتنا مجموعه من اشجار ناخيل، وبجنبها بنايه واقفه وشكلها يدل على انه لها تاريخ قديم. دخلنا وسط النخيل وركننا عربتنا، والآن رانا في قصر مباركة. كيفاش حكيتوا هذا القصر؟ قصر مباركة بالخاص هي أميرة هلالية من بني هلال عرب. جات ما بين القرن 11 والثاني عشر، يعني أسست صرتها هنا في منطقة برزين بريزينة. كانت تعتمد على النشاط الرعوي والزراعة. بالنسبة للشكل الهندسي تاع القصر مباركة بالخاص عنده بابين. أيوة. الباب الأول تاع الجنود والأميرة، هذا اللي رانا فيه. هذا اللي رانا فيه، والباب الثاني تاع الفلاحين. منا كانوا يدخلوا الفلاحين بالعربات تاعهم القديمه، في الحصان ولا الحمار، وهذيك الجراره تاع الحطب. الوسط شؤون الاماره، شغل كالاداره، والغرف الفلاحين، وكذلك قاعه اجتماعات، اماكن حراسه قصر مباركه بالخص. هذو ما الحاجات اللي نحبهم انا. خلنا نحرس، زيد تخرج معايا كوبرا المره هذه. يا جماعه انا مضروب عقرب قصتي، ما كان زيدوا لي. هنا كانوا بكري يحرسوا، شوف عندهم هاد الجهه وهاد الجهه وهاد الجهه، شوفوا واش راهو جاي من كل المناطق. الواحد البرود هنا في هاد القاعه، تحتاج هذاك المكيف خلاص، هو طبيعي. بالنسبه للمواد اللي يخدموا بها السقف تاع هاد القصر هي الجريد والكرناف والجدار يديروه بالطين، وهذا يدل على انهم كانوا ناس بسطاء ومعيشتهم هادئه. أروح تشوفوا معايا غرفة تاعهم كيفاش كانت بكري قسموها. الأولى هي مطبخ، هنا الكانون وين يطيبوا، دخانة تطلع الفوق. هذه هنا غرفة الاستقبال، وهذه غرفة النوم، جين كامل بالطول، عندهم رواق واحد. بالنسبة لمادة الطين، مادة الطين هذه فصل الصيف باردة، فصل الشتاء دافية. راني نحس بالبرود دوكا. أشهر المقولات مباركة بالخص كانت تقول لهم بكر الحاجتك تقضيها، وكانت تقول لهم المرأة قبل الصوم زوجوها، يعني كي يجيك واحد عليها مدها له. فهمت؟ في مرحلة من الزمن كانت هذه المنطقة غنية بالمياه، وكان فيها وديان تجري، لهذا لقوا النخيل منتشر فيها. الأميرة الهلالية كانت لديها منابع للمياه، المنابع هذه كانت على اتصال بمنطقة لدارتها تاع الفلاحة، يعني أم المي تبعد حوالي 40 كيلومتر منها. كانت كي تبغي توصل مؤونة يعني خبز وتمر وحليب، ديرها في القفة، ديرها في المجرى تاع الماء. هذا المجرى تاع الماء هذا هو منا كان على اتصال من منطقة أم المي، حوالي 40 كيلومتر توصل المؤونة الفلاحية. واحد ما يقيسها، واحد ما يقيسها توصل. تخيل تحط هذيك قصة سيدنا موسى لما ما حطته في هذاك الصندوق وراح يمشي في الماء، يعني أسطورة هذه المرة. هذه الأسطورة معروفة وعندها تاريخ كبير. اكتبوا لي في التعليقات إذا كان قصور وأماكن مخفية زي هذه ما نعرفوهاش باش نزوروها.